بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور طارق الوليدي، استاذ طب الاطفال كليه الطب جامعه اسكندريه. سعدت النهارده الحقيقه في مشاركتي في البرنامج بتاع حكايه صحه اللي كان بينظمه مركز اسكندريه طب الاطفال، وداعي فيه الامهات انهم يتفاعلوا مع الاطباء ويتسالوا. والحقيقه كان موضوع الكلام النهارده عن مشاكل الجلد عند الاطفال، وازاي نحافظ على جلد طفلنا في صوره صحيه سليمه عشان نضمن لهم حياه مريحه ومن غير مناغصات مزعجه بالنسبه لهم. كان كلامنا الحقيقه في الاول زي اي حكايه، ان احنا البدايه بتاعتنا هي ازاي الجلد موجود، وربنا خلقه لنا ازاي، طبقاته، الطبقات السطحيه والبعدها والطبقه العميقه من الشحومات، عشان الام تعرف ان الطفل الجلد ده مش مجرد غطاء حامي وخلاص، ولكن هو منطقه متكونه من خلايا وانسجه، والانسجه دي لها وظائف. فتعرفنا مع الامهات على وظائف الجلد الحيويه، وازاي الطفل جلده بيختلف في مراحله السنيه المختلفه، سواء اذا كان مولود في ميعاده او قبل ميعاده، وكل خصائص، وازاي تتعامل الام مع العنايه بطفلها في المراحل السنيه لحد ما يكبر. وشوفنا المشاكل اللي ممكن الام تتعرف عليها بنفسها وتتعامل معاها، بالذات في الاطفال حديثي الولاده، وفي الاطفال اللي اكبر اللي بيتعاملوا مع الحفاض ومشاكلهم، ازاي نتعامل مع حراره الشمس، وازاي يتطلب مننا ان احنا نحط حاجه واقيه، كريم واقي من حراره الشمس، بالذات في المصايف وفي اجواء الحاره، بحيث ان الشمس ما تاثرش على جلد الطفل. وفي نفس الوقت كمان اتكلمنا على الطفح العرقي، وازاي الام تقي طفلها من هو يبقى متعرض للطفح العرقي لفترات طويله، ممكن تبقى مؤذيه بالنسبه له، وممكن تتجمع حبيبات صديديه تضايق الطفل وتاثر على صحته. اتكلمنا كمان على التهاب الطفل العتاب الجلد الدهني، وازاي الام تتعامل مع القشور اللي ممكن تطلع في جلد الراس، وازاي تتغلب عليها، وايه الحاجات الشائعه اللي مش مفروض انها تكون موجوده، وازاي الام تتعامل معاها صحيح. اتكلمنا على التهاب الحفاضي، وده الحقيقه من الحاجات الشائعه جدا، وازاي الام تضمن ان الحفاض بتاعها يكون مناسب لطفلها، ويكون يحميه ويقيه، ويكون من ماده متعارف عليها. ازاي الالتهاب الجلدي بيحصل، وايه حدته، وتعامله مع الجزء الصحي. وكمان اتكلمنا على الحاجات اللي موجوده المفروض تكون موجوده في الكريمات اللي هي حاميه من الحفاض، وكمان الحاجات اللي المفروض ما تكونش موجوده، والام تاخد بالها وتتعلم ازاي تقرا المحتوى الموجود في الدواء او في الكريم اللي هتستخدمه، وفي حاجات المفروض انها مضره بصحه الطفل ممكن تكون موجوده في المستحضرات اللي الامهات بيستعملوها لنفسهم في السن الاكبر. وده الحقيقه كان جزء تفاعلي جدا، الامهات تشاركوا معانا ازاي يتعاملوا مع المشاكل واحده بواحده، وازاي نحلها بحيث طفلنا في الاخر يبقى بصحه جيده وسعيد ومقبل على الحياه بطريقه وغيرها من المناغصات، وبالتالي الام تقدر تتعامل معاه وهو مستريح ومبسوط وسعيد وبيتقدم وبيتفاعل مع المجتمع بتاعه بطريقه جميله وصحيحه. شكرا جزيلا، ونتمنى منكم كل خير.